مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. وبيتجدد لقائنا زي ما اتفقنا مع بعض كده كل يوم جمعة في 7 مساء، وحلقة جديدة وإطلالة جديدة لناس من بلدنا. بنأكد دايما وبقولها في كل حلقة إن برنامجنا مش مجرد برنامج، برنامجنا دعوة للسعادة، برنامجنا رسالة سلام. رسالتي إلى كل من يتحدث العربية في مصر المحروسة والعالم العربي والعالم أجمع، ناس من بلدنا دعوة للسعادة. علشان تكون سعيد، أول ما تفتح عينيك من النوم افتكر أخبار حلوة، افتكر مواقف فيها أمل، فيها تفاؤل. على طول ابعد عن دماغك أي حاجة تجيب لك أي طاقة سلبية. فكر هعمل ايه النهاردة. قبل ما تعمل كل ده قوم اتوضى وصلي وفكر في فضل ربنا سبحانه وتعالى، وان كل يوم جديد بيمسح اي حزن واي ألم قبل منه. خليك متفائل بعد ما تصلي. كل اللي بتحبه فكر في حاجة انت بتحبها. افطر، مفيش حد يجبرك على حاجة. ركز دايما انك تكون سعيد، انت اللي هتسعد نفسك مش حد تاني. والله والله ما حد هيسعدك، انت اللي هتسعد نفسك. لان السعادة بتبقى حالة انت اللي تقدر تعيش فيها وانت اللي تقدر تخرج منها. هات ورقة واكتب كل حاجة حلوة ممكن تفكرك بأي أمل، بأي فكرة، أي حاجة جديدة. السعادة يا جماعة الوقت بيعدي عليا وعليك وعلى في استراليا وعلى في امريكا وعلى كل البشر في الدنيا كلها، بس في ناس بتبقى حزينه وناس كئيبه. انا عاوزك انت اللي بتتفرج علينا عاوزك تكون سعيد. النجاح برضو سعاده. طبعا احنا بيتواصل نجاح البرنامج مع نجاح شركه طيبه، طبعا الراعي الرسمي للبرنامج. الفتره اللي فاتت في نجاحات كويسة جدا جدا جدا، الناس وصلوا لحد حدود السودان، وصلوا في أقاصي الصعيد، وأصبحت منتجات شركة طيبة هي الاختيار الأول أو الاختيار الأنسب للمواطن هناك، تحديدا في منطقة الصعيد. عشان ده محور حلقتنا النهاردة، عشان نتكلم عن ده باستفاضة لازم يكون معايا شركاء النجاح، الناس اللي كان ليهم دور بجد في قصة نجاح طيبة بمنتجاتها في انها توصل للمواطن في قلب صعيد مصر. الناس الطيبين اهلنا اللي بنتشرف بيهم وبنتباهى بيهم في كل حتة. تمام، هنخرج فاصل سريع وهعرفكم بضيوفي. فاصل ورجعين. ورجعنا من الفاصل ومكملين معاكم ناس من بلدنا. اسمحوا لي الاول ارحب بضيوفي وضيوفكم. الاستاذ خالد عبد العال مدير عام مبيعات شركه طيبه منتجات غذائيه. اهلا استاذ خالد، اهلا فندم، منورنا في ناس من بلدنا. اهلا وسهلا يا فندم. كمان الاستاذ ناجي عبد المسيح وكيل شركه طيبه في اسوان والاقصر. اهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا في ناس من بلدنا. وجودك تسلم يا غالي. اخبار اهلنا في اسوان؟ الكل بيسلم عليكم، الكل بخير ان شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك. كمان برحب بضيفي الكريم الاستاذ ياسر نور وكيل شركة طيبة في إنا والبحر الأحمر. أهلا أستاذ ياسر. أنت نورتنا يا معالي الباشا. حبيبي ربنا يعزك، منور الدنيا كلها. خير يا بركة. طب من إنا البحر الأحمر المشوار قد إيه؟ 160 كيلو. بس. تمام. لغاية سفاجة بس يعني. لحد سفاجة. يعتبر حدود البحر الأحمر. تمام. كمان ضيفي الكريم الأستاذ أشرف زغلول وكيل شركة طيبة في محافظة المنيا. انا عشان بحضرك يا ريس. اظن انت اقرب واحد بقى كده وانت قريب من القاهره. اكبر واقرب. فالموضوع بالنسبه لنا ايه؟ سهل. خطوه ونص كده. 350 كيلو بس يعني. بس يعني. والكبير بتاعنا برضه يعني. والله. طيب يعني مع بعض كده استاذ خالد، احنا بنتكلم على نجاح ملموس، نجاح حقيقي. تمام. على الارض. تمام. ازاي انتوا في شركه طيبه قدرتوا توصلوا لحدود السودان وتقدروا محافظات اكبر محافظات في الصعيد انكم تستحوذوا على السوق هناك بالمنتجات بتاعتكم؟
والله هو النجاح بتاع الشركه اللي احنا قدرنا اللي احنا نسكن محافظه الصعيد كلها، جميع المحافظات بتاع الصعيد من اول الفيوم لغايه اسوان، طبعا داخل فيها بقى المنيا وبني سويف واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر، ده كله بيرجع نتيجه لمجهود البشمهندس احمد صلاح رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب، بالاضافه الى الوكلاء بتوعنا، الوكلاء اللي هم شركاء النجاح بتوع الشركه اللي بادئين معانا بقلب جامد وما بيدخلوش اي جهد اللي هم ينجحوا الموضوع، الحاج اشرف زغلول والاستاذ ياسر نور والاستاذ ناجي عبد المسيح، بالاضافه لبعض الوكلاء اللي لسه ما جوش هيجوا في الحلقات اللي بعد كده. فالحمد لله احنا المنتج بتاعنا بيخاطب جميع الفئات. طيب ده النجاح قايم اساسا على جوده المنتجات بتاع طيبه، لكن قول لي كده الاول كده وانا في الشركه كده سمعت الكلام بيتقال لقب ابو تريكه المبيعات ده جه منين وجه ازاي؟ والله هي حته ابو تريكه المبيعات ديت هي ملهاش علاقه بالكوره، هي ليها علاقه بالمبيعات. بالمبيعات واللي اطلقها عليا بصراحه كان الحاج احمد فاروق منصور اللي هو رئيس رابطه التجار، كان في شركه ما الشركه دي راح لها اكتر من 4-5 مديرين عن طريق برضو الحاج احمد فاروق وما قدروش ان هم ينجحوا الشركه ديت، فالحمد لله فانا رحت الشركه دي وخليت استثماراتها ما شاء الله يعني عدت 7-8 مليون جنيه في اقل من شهرين او ثلاثه، والشركه ما شاء الله حاليا دلوقتي بتصدر الشغل كله بره مصر وشغاله انتاج محلي، وعشان كده الحاج احمد فاروق هو اللي اطلق عليا لقب ابو تريكه. تمام. ابو تريكه المبيعات يعني كان ساعتها بقى في الفتره دي بقى ابو تريكه بقى ايه بيجيب اجوان بقى وبينزل طبعا يكسب الاهلي ويكسب المنتخب وبتاع فعشان كده قال لك لا ده ابو تريكه بقى ده اللي نزل وجاب اهداف وجاب اجوان. رايك كده الاستاذ ناجي في القصه دي، ايه رايك في قصه كده ان مندوب او مدير بيع مدير مبيعات او مدير تسويق في شركه من الشركات انه يطلقوا عليه لقب زي ابو تريكه وكده؟ الاول اخبار الشركه عندك ايه ومين اللي ماسك البيع عندك والتسويق والدنيا كده احكي لنا كده. الدنيا زي الفل وان شاء الله كده في نجاح اكبر، لان الموضوع كله عباره عن منظومه. تبدا من الاستاذ احمد صلاح الذي لا يبخل جهد ولا مره حتى اتصلنا بالتليفون ادانا غير متاح، وتبدا برضو بالمندوب، والمندوب برضو جوهر الموضوع عباره عن تروس، فالترس الاول لو اشتغل صح بنوصل للنجاح اكتر. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان الترس الاول في النجاح هو الاداره، راس الاداره، الاداره الناجحه اللي هو الاستاذ احمد صلاح. بالظبط. يا ريت يا جماعه كده والنبي كده على التليفون هتقول لنا الاستاذ احمد كده لازم يشاركنا الحلقه، يعني هتقول لنا على التليفون بعد اذنكم. طيب السوق مليان شركات كتير ومنتجات كتير، انت كناجي عبد المسيح ايه الحوافز او ايه اللي خلاك تختار طيبه وتفضل مكمل معاها ومستمر وتتكلم عنها بالحب اللي انا شايفه ده؟ هو التحدي الاعظم ان ناخد مكان وسط المنافسين بصراحه، وكانت شركات قديمه جدا، ولكن التسويق كان جميل ورائع جدا، لان بنخاطب برضه في سناكس الطفل. تمام. واحنا اهتمينا بالطفل جامد، بحيث ان كل شخصيات كانت كرتونيه يحبها الطفل، اهتمينا برضه بالهدايا اللي جوه السناكس، وده كله ادى الى نجاح اكبر وتسويق. ده منتجاتنا وصلت حلايب وشلاتين. تمام. في ابو سمبل. دي حقيقة فعلا. ده يعني من واقع العمل. طب انت بترجع النجاح ده لحوافز بتقدمها الادارة في شركة طيبة، ولا جودة المنتجات وانها فيها استهداف مثلا للاطفال او كده؟ المنتج ذو جودة عالية فعلا ويتناسب مع السعر، لان المنتج كان بيخاطب. الاول قبل المنتج احنا معانا الاستاذ احمد صلاح. مساء الخير. مساء النور يا فندم عليك وعلى ضيوفنا وضيوف حضرتك واخواتنا كلهم في الصعيد. منور طبعا ناس من بلدنا، كان نفسنا تكون موجود معانا يا ريس في الحلقه دي. والله نورك يا باشا، والله مشاغل وحياه ربنا يا استاذ محمد، وقريب ان شاء الله وعد في اقرب وقت يعني اكون مع حضرتك. طيب تحب ايه اللي تقول ايه للوكلاء المحترمين بتوع خط الصعيد، الناس اللي منورينا في ناس من بلدنا النهارده؟ اول حاجه طبعا بشكرهم على حضورهم، بشكر الاستاذ ناجي والاستاذ ياسر والاستاذ اشرف، وبشكر الاستاذ خالد على مجهوداته الكبيره معانا. والله يا جماعه احنا نجاحنا كله مشترك، واحنا اذا كنا احنا بنتعب في شق انتوا بتتعبوا في الشق الثاني، ونجاحنا كله مرتبط ببعضه، ومنتظرين منكم ان شاء الله كل خير في الفتره اللي جايه،
وان شاء الله نجاحنا ده عائد لينا كلنا، والفضل طبعا لله وليكم في وجودكم معنا الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. طب تمام استاذ احمد، يعني احنا يعني شايفين نجاحات فعلا ملموسه والواقع بياكد كده، وضيوف الموجودين معايا في الاستوديو بياكدوا على الكلام ده. هم بيرجع يعني بيحول يعني بياكدوا ان السبب الرئيسي للنجاح بتاع المنتجات في منطقه الصعيد تحديدا هي الاداره وتعاملك مع الوكلاء بتوعك والحوافز الكتيره اللي انت بتقدمها. تفتكر ده السبب الرئيسي ولا في اسباب تانية؟ طبعا يعني ده لو جزء بسيط جدا مجهود انا، طبعا الفضل لله ومجهوداتهم وسعيهم، لان طبعا ما فيش منتج هيتنشر ولا هيتعرف الا بخلال شركاء النجاح الاخوات المحترمين كلهم المتواجدين مع حضرتك، وده طبعا بيبقى نتيجة جهد وتعب وسعي متواصل كتير جدا منهم. يعني هم في الاول وفي الاساس كوكيل او كشطارة ادارة بيبقى في جزء كبير منهم بيبقى على العاطف بتاعهم او على مسؤوليتهم، ان هم بيجروا ويسعوا دايما في فتح سوق جديد وزيادة بيع، وبالتالي بينموا وبينشروا المنتجات، وبالتالي ده نجاح لينا كلنا يعني. طيب يعني حضرتك تحب برضو يعني لو هنقول نصيحة او طلب ممكن تطلبه منهم كده على الهواء وهم موجودين معانا في البرنامج؟ والله الطلب اللي هقدر اطلبه ان زي ما احنا ما اتكلمنا كذا مره معاهم، ان احنا كلنا شراكه او كلنا ده شركه وده منتجاتهم هم قبل ما تكون منتجاتي، فحابب ان شاء الله نكون في استمراريه مع بعض، ونفس ايقاع الجري اللي احنا بنجريه ده يكون متواجد معانا. احنا الحمد لله دلوقتي وصلنا ل 25 منتج. في بداية شغلنا كنا 11 منتج وكنا سعيين نبقى 22، الحمد لله دلوقتي كسرنا الرقم كمان اللي احنا كنا حاطينه للهدف بتاعنا، وعشمانين في الله خير ان يفضل الجهد المتواصل ده لحد ما نوصل نبقى 40 و50 منتج ان شاء الله، ونكبر زي شركات كبيرة جدا متواجدة ومكتسحة على الساحة يعني. تمام، وده اللي احنا يعني بنأكده. يعني انا شايف المستقبل بجد بعد النجاحات دي، انا شايف فعلا المستقبل هيكون للمنتجات بتاعة طيبة، لان كمان غير كمان الحوافز اللي انتم بتقدموها كإدارة في جودة للمنتجات، كان بيكلمنا عليها الاستاذ ناجي دلوقتي بيقول لي الجودة، يعني حتى اتكلم على السناكسات تحديدا، قال لك الطفل اللي عنده في منطقة الصعيد بيقبل على نوعية السناكسات اللي بتنتجها شركة طيبة. طيب ماذا بعد كده يا باشمهندس؟ والله في بلان كبير جدا مش عايزين نحرقه للساده يعني، بس ان شاء الله في طريقنا لانتاج مربى وانتاج حلاوه ان شاء الله وعصاير بامر الله. تمام، بالتوفيق يا باشمهندس. طب حد حابب يوجه كلمه باشمهندس احمد كده ولا حاجه معانا على الهواء؟ بنشكره على تعاونه معانا اللي هوش بيأثر خالص بصراحه يعني. بس انا برضه عايز اقول له ان سبب نجاح المنتج جوده المنتج، سبب نجاح المنتج وانتشاره وسرعه انتشاره هي بامانه انهم ناس بامانه يعني بيخافوا ربنا، بيدوك منتج كويس، بيدوك كواليتي كويس، ده بيدي المنتج ثبات في السوق وانطلاق. ادي شهاده على الهواء يا باشمهندس من عميد تجار الصعيد. ربنا يخليك حاج اشرف. بنشكرك جدا باشمهندس احمد صلاح رئيس مجلس اداره شركه طيبه للمنتجات الغذائيه الراعي الرسمي لبرنامج ناس من بلدنا، بنشكرك وان شاء الله مع بعض باذن الله من نجاح لنجاح اكبر. استاذ ياسر، شفت المداخله بتاعت الباشمهندس احمد وهو بيتكلم على نجاح المنتجات وانها توصل للصعيد، يا ترى عند حضرتك في محافظتين من اهم محافظات مصر هنا والبحر الاحمر، ازاي قدرت انك انت تستحوذ مع تجار الجمله وتجار التجزئه ان تكون منتجات طيبه هي الخيار الانسب للمواطن الصعيدي؟ والله خلينا في بص، بالنسبه لمحافظه البحر الاحمر تحتاج حاجه نظيفه وشغل عالي، فبطبع الحال المنتج بتاع الاستاذ احمد صلاح وشغله كله بتاع شركه طيبه ابتدى يمشي في البحر الاحمر وبيمشي في هنا ومش في هنا، لان برضه ما فيش مواد صناعيه، كواليتي بتاع الشغل نظيف،
التغليف كويس، الاسعار الاسعار طبعا الأسعار ما شاء الله يعني لما تبص للتكلفه بتاعت المنتج والسعر تلقى السعر مناسب فوق ما تتصور. طب انا عايز اقول لك يعني التليفون بيقولوا لي جوه في الكنترول التليفون مش مبطل ران. مين معانا يا جماعه؟ معانا الاستاذ هاني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، طبعا برحب بيك وبضيوفك الكرام، وانا داخل المداخله دي مخصوص عشان اقول لك كل سنه وانت طيب باسمي وباسم فريق عمل برنامج ناس من بلدنا، وبنتمنى لك كل الخير والسعاده وايامك القادمه تكون افضل وافضل، واحنا بنحبك وبنقول لك كل سنه وانت طيب. طبعا النهارده عيد ميلادك وما كانش ينفع نفوت اليوم ده غير لما نقول لك كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم يا منورنا. ربنا يخليك يا استاذ هاني، انا بشكرك جدا، ولفته بجد اسعدتني بجد من شخصيه محترمه جدا لها دور كبير جدا 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 في نجاح البرنامج. بالمناسبه يا جماعه الاستاذ هاني محسن والمدير الفني لقناه الصحه والجمال والشخصيه المحترمه الجميله جدا. انا بشكر فريق العمل البرنامج كله، بشكركم جدا على اللفته دي، ومكملين مع بعض كمان لمئة سنه قدام. كل سنه وانتم طيبين، لان انا نجاحي انا بجد بفضل جهودكم انتم، كل واحد ليكم كان ليه دور، انا اقل واحد في البرنامج واخر حاجه واقل حاجه انا بعملها بجد والله. بشكركم جدا، واشكرك يا استاذ هاني بجد على مداخلتك دي اسعدتني، بشكرك جدا جدا جدا. اتفضل استاذ ياسر. فالمنتج ده طبعا التغليف والشغل بتاعه عالي، والسعر برضه مناسب لكل الناس. تاني حاجه برضه زي ما قلت لك انا ما فيش مواد صناعيه، كلها مواد طبيعيه في الشغل، فادت الطفل حاجه كويسه. وبالنسبه لباقي المنتجات اللي هو الخل وباقي المنتجات بتاعت الشركه، حياتها تغليفها كويس وبرضه تكلفتها برضه تكلفتها عاليه والسعر طيب مناسب لمحدود الدخل بمعنى اصح. طب يعني انت في الصعيد الجواني اللي احنا بنقول عليه كده، الصعيد الجواني لما نتكلم على انا يبقى الصعيد الجواني، ازاي المواطن عندك وتجار التجزئه اللي بياخدوا منك اقتنعوا وحبوا وبداوا يتعاملوا على منتجات شركه؟ بص هقول لك على حاجه، في الصعيد عندنا ما بتقول جواني انت، لا احنا عندنا في الصعيد ما ياخدش المنتج غير المنتج العالي. ايوه فعلا، المنتج نمره واحد لازم يشتريه لو بينافس، فمحدش يشتري في الصعيد عندنا المنتج مش كويس. ما تاخدش فكره ان الصعيد بياخد اي حاجه يعني، لا بالعكس، بيحب يميز الحاجه الكويسه بالذات، وياخد الحاجه لازم ينقي يعني، يبص على دي ويبص على دي وياخد المنتج الكويس لازم يشتريه. تمام، يعني ده برضو التاجر التجزئه اللي بيجي ياخد من عندك كميات وبياخد عربيه واتنين، بتاع التجزئه مش بياخد حاجه غير بطلب المواطن او المستهلك. المستهلك اللي هي الحاجه اللي ماشيه عنده عشان يكون كلامنا واقعي برضه. المستهلك بيطلب الحاجه، بيطلب طيبه، بيطلب منتجات طيبه. ليه طلب منتجات طيبه؟ السعر والجوده والشغل بتاعها بيبقى ايه في الامان، في شغل مامون وامان، ومنتجات المنتج بتاعها برضه مع كوت دوران الشغل تلقى الصلاحيات كلها كويسه الحمد لله. ففي شغل حلو عاملينه الحمد لله، والاستاذ احمد صلاح برضه مش مقصر معانا في الحكايه دي قوي. طب كلام جميل استاذ اشرف، يعني احنا بنتكلم في الاستاذ ياسر كلامه اكتر من رائع، الكلام ده بيتكلم على انا والبحر الاحمر. يا ترى الوضع عندك في المنيا الاقبال ايه، وانه اصناف او ماركات الاقبال عليها اكتر؟ هو حضرتك المنيا بالذات من نوع المستهلك الخاص اللي ما يستهلكش غير المنتج كويس، ما كانش درجه المنيا عروس الصعيد طبعا عروس الصعيد يعني واحنا عروس الصعيد، ما كانش المنتج ذو جوده عاليه بلدنا طبعا، وفي نفس الوقت ان هم برضو الشركه دي قدرت تحقق المعادله الصعبه، جوده عاليه مع سعر اقل. تمام. دي بقت في تناول الناس العاديه، لان خلاص في جوده وفي سعر، فابتدت تبقى في حركه، وابتدت تبقى في دوران، وابتدت تبقى في انتشار للبيع، وفي سرعه، في سرعه في الانتشار. يعني احنا يعني ما بنلاحقش على المنتج. ايوه فعلا صح. لجودته. ولانه منتج معمول بتقنيه عاليه، في فينش عالي، في مخدوم. انت عارف انت احنا في افه عندنا يعني في بعض الصناعات، تمام، كنا بنقولها زمان ان في بعض الحاجات الكويسه لكن التقفيل او الفينش بتاعها مش قد كده. تمام.
لكن احنا عندنا طيبة استثناء في القصة استثناء دي استثناء في الموضوع ده المنتج الحاجة اللي جوه الكيس كويسة جدا والفينش كويس خالص والسعر بتاعها كمان وسعرها كويس سعرها كمان يعني وسعرها كويس يعني حتى الناس دي بتراعى ربنا حتى في الأكل يعني الحاجة بتاكلها اللي بياكلها الطفل أو بياكلها المواطن أو كده هم نفسهم بياكلوا منها فعشان كده عاملين جودة عالية عاملين منتج مراعى ربنا فيه بيكسب قليل عشان يبيع كتير فعلا ده يعني هو ده فكر تسويقي طبعا فكر تسويقي طيب استاذ خالد يعني انا شايف كلام استاذ ناجي واستاذ ياسر واستاذ اشرف حسسوني ان هم شركاء في طيبه بالطبع. مش مجرد وكلاء شركاء كله ازاي وصل لهم الاحساس ده وازاي الناس بتتعامل بالشكل ده بص يا باشا يعني نجحتوا ازاي عايز افهم بص يا ريس هو الوكلاء اللي معانا دي كلها الحمد لله انا اعرفهم بقالي 15 سنه فالحمد لله الناس دي برضو بتشتغل مش هنقول على خاطر عشان خاطر خالد عبد العال ابو تريكه ولا كده لا هو بيشتغل عشان منتج يكسبهم ويمشي في وبرضو يعني برضو عشان خاطر خالد برضو معايا انت بس ايه في البدايه لكن برضو شوف لكن هم كلامنا منطقي برضو استاذ خالد تمام الناس اللي بتتفرج علينا دي تمام علشان لان احنا بنتفرج علينا دلوقتي تجار كتير وكل المهتمين بصناعه الاغذيه في مصر بيتفرجوا علينا انا راجل مش هتكلم على منتج بالشكل ده وبالحب ده الا اذا كان بيكسبني اكيد ان انا مستحيل هحب حد بيخسرني بالظبط ولا يا استاذ ناجي بالظبط اكيد ولا احط فلوسك في البنك عشان تاكل حاجه يا استاذ محمد يعني احنا عندنا في بعض المنتجات بتنافس المستورد وباسعار لو قلت لك عليها انت مش هتصدق يعني مثلا عندنا شوكولاته بنص جنيه شوكولاته شوف التقفيل بتاعها والشكل بتاعها اللي هي السايبه دي ب 50 قرش للطفل وفي بجنيه عندنا السناكس في بجنيه وفي ب 2 جنيه وجميع المنتجات بتاعتنا فيها هدايا يعني جميع منتجات الشركه الحاجات دي فيها هدايا والهدايا دي طبعا ايه الطفل بيحبها يحب طبعا اول ما يفتح الكيس بتاع السناكس يلاقي فيه طياره يلاقي فيه فلوس يلاقي فيه هدايا مفيش كيس او كرتونه ما فيهاش غير هدايا كله موجود فيه هدايا بالنسبه للصلصه والخل ما شاء الله احنا يعتبر سعرنا اقل سعر في السوق غير انه بيور شغل بيور كله يعني موضوع شغل عالي واخد بالك انت ويعتبر اقل سعر وما شاء الله شغالين واحنا دلوقتي مش باصين على منافس على فكره يعني احنا مش باصين على منافس لا احنا باصين احنا بنجري بنعمل الاهداف بتاعتنا بنغطي التكلفه بتاعتنا الوكله بتاعتنا بتكسب صاحب الشركه بيكسب كل المنظومه دي كلها كله لازم يكسب طبعا. فالحمد لله طبعا ده كله شوف بص يعني انا عجبني في كلامك يا استاذ خالد ان الكلام منطقي تمام وبالارقام واحد وواحد بيساوي اكيد طبعا هي شغل المبيعات انا علشان أرقام. افضل مكمل مع الوكيل ده هيفضل مستمر مع الشركه طول ما بيكسب معاك يا باشا هو مستمر وصابر كمان وصابر معلش معلش الراجل ده بيكسب معك. وبيكمل لا وبالعكس ده بيزود استثمارات كمان احنا بنتكلم معلش انا كل في محافظه فيها 3 4 عربيات احنا بنتكلم لسه واحنا في الاستوديو بره احنا بنتكلم اللي احنا عايزين نخلي المحافظه فيها 6 عربيات يعني ما شاء الله انا عندي مثلا الحاج اشرف زغلول في محافظه المنيا واخد هانجر بتاع شركه فوكس الهانجر ده مش عايز اقول لك فدان وقد ايه التريلا بتخش لغايه جوه ماشي تخش تفضي جوه المخزن معلش يعني لسه شركه مبتدئه هنقول طب ده فكر تسويقي طب استاذ ناجي وانت قاعد مكانك كده ما فكرتش ان انا النهارده يعني عربيات ونقل من القاهره ونقل من المصنع كده طالما منتجات طيبه والاداره والفكر ده والناس دي خلاص احنا اصبحنا مدرسه واحده ومستمرين مع بعض ليه ما فكرناش في خط انتاج مثلا يكون موجود عندكم في الصاله لسه ان شاء الله هيفكر فيه الاستاذ احمد ان شاء الله ده تحت الدراسه فعلا فعلا الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه انت بتحرق الحاجات انت جريت افكار كتير الاستاذ احمد صلاح بصراحه بنسبه كبيره ان شاء الله قريب هنعمل مجمع مصانع كبير هنلم فيه المنتجات بتاعتنا كلها وهنقرب قوي من الصعيد يعني على فكره الفكره دي ما حدش عملها كتير قوي يعني ما فيش مثلا غير مصانع تتعدى على الصوابع زي جهينه بيبسي مش عارف ايه الكلام ده كله دول فاتحين في اسيوط لكن بقيه المحافظات كلها بتاع الصعيد فعلا الصعيد الحته دي ما فيش تصنيع فيه يعني ما فيش علشان كده احنا نعاوز النهارده وانا معايا ثلاثه من اكبر تجار الصعيد عايزين النهارده كشركه طيبه لازم فكرنا يكون متطور وشمولي بالزبط. اكبر واكبر
النهارده لما يكون عندك مثلا في الشركه في 10 12 واحد، ليه ما يكونوش 100 و120؟ تمام. ليه لا؟ انت النهارده وكيل في محافظتين مثلا اسوان والبحر الاحمر، ايه المانع يبقى الثلاثة وأربعة؟ ايه المانع ان من عندك يكون في انطلاقه من مواني البحر الاحمر على السعوديه وعلى اليمن وعلى الخليج؟ ايه المانع؟ لا مفيش مشكله، وان شاء الله الاستاذ احمد بيفكر في التصدير. تمام. ولسه هو افكار يعني هو عرضها في المحادثه التليفونيه دلوقتي، وان شاء الله في حاجه جديده في شهر رمضان المبارك اللي جاي في رمضان. ان شاء الله حاجه كويسه، حاجه مناسبه لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. يعني نقول لجمهورنا دلوقتي وكل المهتمين بصناعه الاغذيه في مصر، انتظروا مفاجاه التدبيس على الهواء، انتظروا مفاجاه رمضان، انتظروا مفاجاه رمضان، مفاجات لشركه طيبه على بداية شهر رمضان الكريم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. طيب أستاذ ياسر، الفكر التسويقي أو الفكر التجاري ده، يا ترى أنتوا النهاردة بتاخدوا الفكر الإدارة بتاع شركة طيبة وبتنقلوا اللي تعاملك مع تجار التجزئة في المراكز والقرى والنجوع عندكم في المحافظات؟ طبعا ده حاجة أكيدة دي، بس هو المنتج اللي بيفرض نفسه في السوق قبل الفكر، يعني بقى عندنا فكر توزيع. انا هاخد بس الجمله دي وهعيدها علشان ما تعديش، المنتج هو اللي بيفرض نفسه. تمام. ماشي، احنا بنساعد ان احنا نوزعه. تمام. لكن احنا بعد ما نوزعه هو بيطلب، احنا وقاعدين بينطلب تاني، بينطلب لوحده. المهم لما بيجربه المستهلك، اذا كان مستهلك او تاجر جمله او تاجر تجزئه، بعد كده هو بيتصل بالتليفون بالاستاذ احمد صلاح وبيتصل بينا احنا. تمام. طيب تجارة الأجزاء اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في محافظة إنا وفي البحر الأحمر قاعدين دلوقتي بيتفرجوا وعايزين يشوفوا تاجر جملة الجملة اللي هو الحاج ياسر، وهو بيتكلم بحب على المنتجات بتاعتهم، تحب تقول لهم إيه على الهوا دلوقتي؟ بقول المنتج موجود وكميات كويسة وبأسعار كويسة وهتكسبوا فيه كويس إن شاء الله، وتمام يعني إن شاء الله. طب يا ترى برضو عندك في إنا والبحر الأحمر في حوافز كده وفي مفاجآت في رمضان برضه اللي جاي؟ الاستاذ احمد صلاح بيدي كل عنهم جاهزين حوافز، والمدير بتاعنا انا مش مقصر معانا برضه، تحت امرك يعني. ما فيش تاجر بيطلب اي حاجه من كان بيقول لازم ياخد، لا ما ينفعش، لازم الخصومات دي يا ريس. خصومات، ما فيش اي تاجر، ما فيش اي تاجر بيطلب اي طلب يعني في تنبيه ان المندوب لو واقف قدام تاجر ما رضيش ياخد منه او حس ان في حاجه بيتصل. فعلا دي انا تعليمات اعطيها للرجاله بتاعتنا في الشغل في الصعيد. ما ينفعش يبقى يعني مندوب قدام تاجر واخد بالك ويمشي من عنده كده، لا لازم هيديله. تمام. هيديله بقى حتى بص يعني لو اي خصم اضافي احنا بنعمله، ما عندناش ادنى مشكله، والتاجر هيطلب البضاعه وهنديله السعر اللي احنا عايزينه بعد كده، بس لازم يبقى في جميع المنتجات جميع التجار واخده الشغل بتاعنا، ودي الحمد لله السياسه اللي احنا ماشيين عليها. طيب الاستاذ اشرف، انت طبعا في المنيا انت الاكثر حظا والاوفر حظا في المجموعه اللي قاعده دي لانك انت الاقرب للقاهره. تمام. طيب النقل بيتم ليك اول باول ولا بتجي لك كميات وانت بتوزع داخل قرى ومراكز المحافظه؟ لا، النقل بيجي بترلات، عربيه ترلات كبيره من الشركه للمخازن على طول. تمام. فدي ما فيش مشكله، لان هم طبعا عندهم الترلات بتاعتهم اللي هي بتنقل البضاعه علينا، المنتج نفسه، وسيله النقل بتاعتهم. ايوه تمام. واحنا بالتالي بننقل للعملاء بالعربات بتاعت الوكيل، عربيتنا بتاع عربيه الوكاله، عربيتنا احنا بتنقل للموزعين اللي تحتينا اللي بيديهم العملاء اصحاب المحلات الصغيره، يعني التجزئه، يعني احنا بنبيع جمله وبنبيع تجزئه، بندي بتوع الجمله وموزع برضه، وبندي بتوع التجزئه زائد الموزعين، في موزعين تحتينا دول بيشتغلوا كده. يعني ياخد خصم اضافي دولت ويشتغلوا، يعني نسبه الخصومات اللي عاملها الاستاذ خالد. تمام. الشرايح اللي بالنسبه للتوزيع بنديها للموزع او للتاجر الجمله او للتجزئه، كل واحد بياخد بالسعر بتاعه. تمام. طب لو هنعمل استطلاع راي دلوقتي، احنا معانا اسوان والاقصر وقنا والبحر الاحمر والمنيا، معانا خمس محافظات من اهم واكبر محافظات الصعيد، هنعمل استطلاع رأي سريع كده والناس معانا ومتابعانا دلوقتي، ايه اكتر منتج من منتجات طيبة عليه طلب عندك في محافظة المنيا؟ السناكس والخل والصلصة يعني عندهم المية، المنتجات كتيرة، المنتجات كلها، المنتجات كتير، يعني اكتر حاجة انت شايف ان عليها طلب كتير السناكس. طيب
استاذ ياسر، انت عندك في قنا والبحر الاحمر اكثر منتجات ايه من طيبه عليها طلب؟ نفس الحكايه برضه، نفس الحكايه بنخاطب. طب احنا لما نتكلم عن واضح ان السندكسات حلوه قوي، طب ما نقول اسماء المنتجات بتاعت خالد، الاسماء بتاعت السندكسات ايه اللي انتوا بتطلبوا؟ والله احنا عندنا اكتر بصراحه من 40 منتج او 41 منتج، اسماء كتير. طب يعني احنا احدث حاجه عملناها اللي هو الفرعون. الفرعون الفرعون ده احنا ده محمد صلاح، تمام، عاملين الشكل بتاع محمد صلاح. وفي عندنا امريكا، كابتن امريكا، كابتن امريكا، نعرف كابتن امريكا طبعا بكل الاطعمه. ايوه ودي ودي باز طير، منتج باز طير، حاجات كتير قوي. في بارتيتو على فكره، استاذ ناجي حافظ. ايوه يا باشا، بص استاذ ناجي كتير بتوسع الدنيا معاه، اول وكيل اشتغل معانا فعارف الحاجات دي كويس. واحنا على فكره احنا كل شهر بنغير اسم، بنغير كل شهر بنغير اسم، هي الاسماء كلها كرتونيه. طب تفتكر ده فكر تسويقي ولا ايه؟ لا فكر تسويقي طبعا، هو السوق، هو السوق، الطفل بيحب كده. الطفل لما بيحب على حاجه يتفرج عليها كرتون بيبقى فيه اسمه معين، احنا بنروح منزل المنتج باسمه، باسم الكرتون اللي الطفل بيحبه ده، فبيروح يجري عليه عشان يجيب الهديه بتاعته. تمام، يبقى احنا كده عرفنا في المنيا وقنا والبحر الاحمر السناكسات والصلصه والخل. طيب في اسوان والاقصر يا استاذ ناجي، اكثر منتجات طيبه عليها طلب عندك ايه؟ هو السناكس ومضاهي ليها المياه المعدنيه برضه، عشان برضه ايه السياحه والمياه المعدنيه شغاله حلو. تمام. والخل الابيض لان التركيز عالي بتاعه حلو والسعر مناسب جدا. يعني اللي عندك الخل والميه والسناكسات برضه. يعني كده الجوكر الست. الجوكر كده كده اقرها كده، نركز ان السناكس ده قاسم، ده رقم واحد بصراحه في الشركه، رقم واحد. الناس دي عندها هو الجوكر طبعا. الجوكر هو الجوكر بتاع السوق. ليه؟ لان برضو تتفقوا معايا ان السوق مليان مئات الاشكال والانواع والاسماء. ما انا قلت لك برضو، فمعنى جوده ان ده ما فيش مواد صناعيه، حاجه امنه، شغل كويس يعني بصراحه. زي ما بندي لاولادنا، اقول لك على واقع يا استاذ محمد. تمام، اتفضل. كنا في المصنع احنا والبشمهندس احمد صلاح، والله الكلام ده فعلا حصل قدامي. فجي عندي بتاع السير والراجل اللي شغال، فقال له اعمل لي كرتونتين للبيت من دوت، اللي هو الشغل اللي طالع للناس. أيوه. معلش، فالحاجه دي لو مش امينه البشمهندس احمد صلاح مش هياخد معايا البيت. معايا انت هتروح بعيد ليه؟ واحنا بنمضي العقد اول امبارح. ايوه تمام، احنا اكلنا كرتونه، احنا اكلنا كرتونه وعلى لما قلنا كده تشرب يا استاذ محمد، قلت له ماشي يا ريت كوبايه شاي. طب قال لي مفيش حاجه قبل الشاي، قلت له ماشي انا عايز. ايه رايك بصراحه؟ اذنك. لا جميل، بس هو حيرني شويه بالخلطه السريه. السريه خد بالك، يعني قبل منها بفتره كنت اكلت عنده طعم حفظته خلاص، اللي هو الكاتشب. فالمره دي قلت له خلاص الطعم ده عجبني، هات لي كيس. فلقيت عليه برضه الخلطه السريه، بس لقيت الطعم مختلف. قال لي ايه الاخبار؟ قلت له طعم مختلف. قال لي هو ده السر. هو خلطه سريه كده. كل مره تاكلها بشكل غريب. الباشمهندس احمد بيراعي ربنا جدا في الشغل بتاعه، وعلى فكره هو احسن حاجه اللي انت تشتغل مع حد فاهم. يعني الباشمهندس احمد صلاح ما شاء الله الراجل ده كان مدير مبيعات في شركه بيبس، فمعلش احنا انا وهو يعني بنفهم بعض من غير ما نتكلم. معايا رئيسة بنفهم بعض احنا عايزين ايه في الشغل، في التارجت اللي احنا بنحطه، في الاهداف، في المكافآت بتاعه الناس، وحوافز الوكلاء، شغل الوكلاء. بصراحه الراجل متسامح كتير قوي، يعني حته المكسب بتاعه ده مش باصص له خالص. طيب خالص. مين معانا على التليفون يا جماعه؟ الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل حضرتك معانا على الهواء. الصوت يا جماعه. روماني يا باشا. روماني. روماني. الو، روماني مدير فرع الاقصر. الو، استاذ روماني اتفضل، انت معانا على الهواء. استاذ روماني معاكم. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. اخبار الاقصر ايه؟ تمام زي الفل يا باشا. تمام، انت متابع الحلقه طبعا من بدري، وبنتكلم على جوده منتجات طيبه تحديدا في منطقه الصعيد الاقصر واسوان. اكتر حاجات بتنطلب منك ايه يا استاذ روماني؟ يا باشا انا اول حاجه نشكر الاستاذ احمد صلاح. تمام تمام، ان الراجل ده يعني صراحه مجتهد جدا جدا
عامل منتج حلو وعامل منتج حلو. جميع المحلات طلبها طبعا منتج يعني صراحة جودة عالية جدا جدا. الصوت يا جماعة بالنسبة للسناكس، السناكس صلاحية 6 شهور تمام. جميع الشركات بتعمل 3 شهور، ده ما عدا 6 شهور يعني حتى ده بيديك ارتياحية أكتر في توزيعه طبعا يا أستاذ روماني. يا جماعة طبعا بيدينا الراحة حتى العميل اللي بياخد مننا بقلب مطمئن طبعا. ونشكر الأستاذ خالد برضه المدير بتاعنا والأستاذ ناجي الوكيل بتاعنا وبالنسبة للخل بتاعنا أنا بنتحدى به أي نوع خل في السوق كله بأكمله. طيب تمام جدا يا أستاذ روماني، إن شاء الله مع بعض بإذن الله من نجاح لنجاح أكبر مع منتجات شركة طيبة في الأقصر وفي كل محافظات مصر. تحياتنا لكل أهلنا في الأقصر. بشكرك جدا أستاذ روماني. أستاذ روماني بيتكلم على برضو الخل والسناكسات نفس الكلام. هو يعني جاي بدور جامد جامد بمرد الله، وكان يعني لي الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في انتشار المنتج في محافظة الأقصر بالضبط. وهو شغال على برضو المياه المعدنية عشان الأقصر بقى والسياحة وشغال على الخل، لأن الخل تركيزه عالي والسعر هو متناسب للكل. هو بينفذ سياسة الشركة يا أستاذ محمد من خصومات وأهداف وما شاء الله عليه، يعني عامل شغل حلو. طب بمناسبة الخصومات والأهداف دلوقتي اللي بيتفرج علينا أستاذ خالد دلوقتي في أي محافظة من محافظات مصر وحابب يبقى وكيل لشركة طيبة تمام، أولا تنصحه بإيه؟ ثانيا ايه المطلوب عنده او ايه الشروط اللي لازم تتوفر عنده؟ والله هو الموضوع كله بيعتمد على الاخلاص والجهد في الشغل. هو الوكيل ده لازم يكون عنده الادوات كلها اللي هو هيشتغل بيها تمام، يعني عربيات مخازن، لكن حته بقى الوكيل ده هيأجر عربيات مش 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 هيكسب. العربيات طبعا انت عارف ليها مواعيد الساعه 5 وبتاع وتمشي الكلام ده، لكن ما شاء الله احنا الوكلاء بتوعنا معاهم عربياتهم، العربيات بتاعتهم دي بتفضل تشتغل لغايه الساعه 10 11 بالليل ما تفرقش خالص. دي حاجه. تاني حاجه احنا مش شرط الوكيل يكون معاه فلوس، معلش احنا الحمد لله احنا الموقف المالي بتاع الشركه بتاعتنا كويس ما فيهوش اي اهتزاز. والوكلاء ما شاء الله يعني المفروض احنا بنطلب منهم مبلغ استثمار عشان نشتغل، واحنا بنساعد معاهم بمبلغ ائتمان. وهو منظومه كلها منظومه نجاح يعني. طيب ايدك بايدي كده وبنكمل التفاصيل دي كده. هنخرج فاصل سريع وهنكمل مع بعض ناس من بلدنا. تمام. ورجعنا ومكملين معاكم ناس من بلدنا بنتكلم على نجاحات شركة طيبة والأسباب اللي خلتها تبقى الخيار الأول والأنسب للمواطن في محافظات صعيد مصر. أستاذ ناجي، احنا بشوفنا دلوقتي الناس في أسوان وفي الأقصر تجار التجزئة اللي بتعاملوا مع حضرتك تحس
تحب تقول لهم ايه دلوقتي واحنا على الهواء؟ ان شاء الله مع بعض مكملين، وان شاء الله في خصومات جايه، وان شاء الله في منتجات اكثر واكثر بنفس الجوده، وحيكون اكثر من كده بس رمضان. وانتظروا مفاجاتنا في شهر رمضان كده ان شاء الله. كل سنه طيب. طب احنا معانا الاستاذ كرولوس. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. منور ناس من بلدنا. تصدقني يا باشا انت منور يا استاذ محمد، وكل سنه وحضرتك طيب وفي صحه وازدهار يا باشا. حبيبي تسلم، اشكرك. الله يخليك، وبشكر منتجات شركه طيبه، وبشكر الاستاذ تفاضل، الاستاذ خالد عبد العال، والاستاذ ناجي، والاستاذ ياسر، والاستاذ اشرف زغلول. ان شاء الله تنورنا كده في ناس من بلدنا قريب. الله يخليك يا باشا، صدقني مش قادر اقول لك ان احنا المنتجات يعني حاجه تبارك الله يعني تحفه. طب احنا عاملين استطلاع راي سريع كده، تمام، قول لنا اكتر حاجه بتنطلب عندك ايه؟ صدقني احنا في السوق شغال عندنا السناكس حلو خالص، هي والميه وخصوصا خلي السفاح حاجه تحفه. كلمه السر واضح انها كلمه السر الطيبه. أيوة كلمه السر. نعم بقولك واضح ان السناكسات هي سر، كلمه سر نجاح طيبه في خط الصعيد. يا باشا صدقني يعني مش قادر اقول لك ان احنا عايزين نزود الانتاج شويه. تمام. طيب يعني دايما احنا منتجات عندنا قليله جدا، يعني بتيجي يا دوبك تخلص، بقيه المنتجين عايزين ثاني. فعلا صح. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شكرا استاذ كرولوس، وان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر، وتكون يعني عضو اساسي في عائله طيبه ان شاء الله كده على مستوى الجمهوريه مش في الصعيد بس. نشكرك جدا على تليفونك. طب استاذ ياسر، يعني احنا برضو معانا دلوقتي وانا متاكد من الكلام ده اللي هم بيقولوا لي في الكنترول، في تليفونات كتير جدا بتيجي بس للاسف في مشكله بس عندهم جوه بحاولوا يظبطوها. اللي بيشوفونا دلوقتي التجار بيتعاملوا مع حضرتك، تجار التجزئه في انا والبحر الاحمر، تحب تقول لهم ايه دلوقتي واحنا على الهواء؟ هم اكثر من الاول قلنا لهم ما فيش ثاني، هو البضاعه والمنتج عندهم مفضل المفاجاه بتاعت رمضان اللي وعدنا الاستاذ احمد صلاح، والخصومات والبونصه. انا حاسس ان الاستاذ احمد صلاح اتفرج علينا دلوقتي هيقول لي يا استاذ محمد انت دبستني انت ورجالك. لا 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 هو مش بيقول حاجه. لا 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 اهو رجالتك هم اللي بيقولوا وبيوعدوا الناس على الهوا. لا وكلمه حق تتقال رمضان في شغل حلو. لا لا هو عنده مصداقيه وشفافيه في التعامل، ده من اسباب النجاح. ما قالش كلمه ما تنفذتش. المنتجات 22 منتج كل وعوده تمام بصراحه يعني. تمام. حتى طب بالنسبه للمنيا كده يا استاذ اسد، الناس في المنيا دلوقتي زعلانين وزمانهم سايرين دلوقتي، يقول لك في حوافز في انا والبحر الاحمر. لا ده الحوافز على الكل. بالعكس ده الحوافز في المنيا اقرب. لان انا بوفر لهم سعر اقل. سعر اقل هيوفر المواصلات تحديد المنتج. لازم الحوافز تعدي عليه الاول. انا اقرب مكان يعني اقرب مكان من القاهره المنيا، فباخد الدبل فكل الحوافز كل الحوافز بره على المنيا. انا عندي ليك اقتراح كويس وبيوزع على كده بعدين. لا بص انا عندي ليك اقتراح كويس بس انا خايف الجماعه دول يزعلوا مني. لا ما نزعلش. لا انت تروح جاي على الطريق ما تعديش تاخد الحوافز معدي يا ريس. الحوافز اللي راح هنا نزلها عندك، الحوافز اللي راح اسوان نزلها عندك. لا لا بص محمد بيبص هم النيل جاي من ابلي فهم اول ناس بيشربوا. تمام. ايوه صح الحافظ جاي من بحري. ايوه احنا اول ناس بناخد. انا حبيت انا حبيت بس ان احنا نخليها كده قاعده اسريه كده واحنا بننهي بجد. يعني قبل ما ننهي طبعا اسمحوا لي اشكر ضيوفي الكرام. انا عايز الحلقه والله تمتد ساعه وساعتين، لان يعني كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي استفاد بجد من الحوار الشيق والممتع ده. استاذ خالد انا بشكرك جدا بجد على وعد تكون موجود معايا في حلقات تانية ان شاء الله باذن الله، وتبقى ابو تريكه. انا عايزك تبقى ميسي بقى بعد كده ان شاء الله. لا حلو على ابو تريكه صراحه. طيب استاذ ناجي انا بشكرك جدا على تشريفك معايا، وان شاء الله اسوان والبحر الاحمر طيبه تكون نمره واحد باذن الله. ان شاء الله نتمنى من ربنا. بشكرك جدا استاذ ياسر، بشكرك على تشريفك معايا بجد، حضور متميز وراقي. الله يبارك فيك. وان شاء الله مع بعض في حلقات تانية باذن الله. ان شاء الله عضول مش هسيبك ابدا حبيبي. حبيبي استاذ اشرف منورني بجد واسعدتني النهارده بجد في حلقه النهارده. بشكرك جدا. بس قبل ما ننهي ما تنساش النصيحه اللي قلت لك عليها على الطريق وين طالع. ما انا واخد الزاويه البحريه. طب تمام. بشكركم جدا، بشكر كل متابعينا ومشاهدينا في مصر والعالم اجمع. انتهت حلقتنا النهارده بسرعه، بشكركم جدا ومعذره لكل اللي كان بيحاول
يتصل بينا. معلش الصوت، بعتذر جدا، لان في تجار ومصنعين وناس كتير جدا كان يهمهم قوي الحلقه بتاعت النهارده. بشكركم جدا واشوفكم الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.